السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الأعزاء، لقاءنا يتجدد على قناتي. أنا أخوكم حيدر السامي على قناة كل شيء عن تركيا والعالم. ألتقيكم اليوم في موضوع مهم، طبعا هو بناء على الكثير من الأسئلة اللي وردتني منكم أنتو. أيهما أفضل للعيش، طرابزون لو إسطنبول؟ ياهو الأفضل للعيش والاستقرار من جميع النواحي، إسطنبول لو طرابزون؟ نحاول إن شاء الله نجاوب على هذا السؤال يعني بكل ما لدينا من معلومات وبحيادية تامة إن شاء الله، ويعني راح أجاوبكم عليها بعد الفاصل. أتمنى من حضراتكم لا تنسون اللايكات، تعليقاتكم المشجعة مهمة جدا جدا بالنسبة إلي، اشتراكاتكم وتفعيل زر الجرس مهم جدا. تحياتي يا أحبابي، وألتقيكم بعد الفاصل القصير. خلونا يا أصدقائي نعطي كل مدينة حقها وننصفها، يعني نعطي النقاط الإيجابية اللي موجودة في طرابزون والنقاط الإيجابية اللي موجودة في إسطنبول، ونقارن ياهو اللي بيه نقاط إيجابية أكثر وياهو اللي يمتلك سلبيات أكثر. خلينا نسويها مثل مباراة كرة القدم ونطلع بنتيجة بالنهاية، يعني هذا إلى هالقد وهذا إلى هالقد. منذ القدم يا أصدقائي وهذان المدينتان، هاتان المدينتين، هاتين المدينتان أم لا هذان المدينتان ها منذ القدم وهذه المدينتين أكو بيناتهم أو يوجد بيناتهم نوع من التكامل أو التنافس، يعني هن حاضرتين مهمتين ويعني مهمة جدا في تركيا. حتى أن السلطان العثماني الكبير محمد الفاتح لما فتح إسطنبول قال كلمة شهيرة: لا يتم فتح إسطنبول إلا بفتح طرابزون. لذلك توجه مباشرة بعد فتح إسطنبول وفتح مدينة طرابزون، وما هدأ لبال إلا أن دخلت مدينة طرابزون في ملكه. هذا يعطينا نظرة يعني عامة عن أنه المدينة مهمة جدا وهي نظير لإسطنبول في الأهمية. طبعا هناك فرق بين المدينتين، إسطنبول مدينة يعني بسكان يعني يتجاوز عدد سكانها 20 مليون، مدينة طرابزون مدينة صغيرة ولكن يعني دائما هي مو بالكثافة السكانية ولا بحجم المدينة. المدن يعني أكو عوامل متعددة اللي تعطي للمدينة معينة أهمية استراتيجية حتى وإن كانت المدينة صغيرة. النظرة التاريخية تعطينا أنه المدينتين كانت يعني مهمة جدا بالنسبة لي، يعني حتى قبل الدولة العثمانية وأثناء الدولة العثمانية وبعد ذلك في الجمهورية التركية. مدينة طرابزون لها أهمية ومدينة إسطنبول لها أهمية، والآن امتد التنافس والتكامل بين المدينتين إلى الجوانب السياحية والجوانب الاقتصادية. الكثير يعني يتبادر ذهنهم يعني أو يتناقشون مع أنفسهم وين الأفضل أنه أسكن أو أعيش أو أشتري عقار، هل في مدينة إسطنبول أو في مدينة طرابزون. اليوم راح نشوف المن يعني الكفة ترجح أي مدينة، ونعرف شنو أسباب ترجيح مدينة على الأخرى. أول عامل يا أحبابي راح نقارن بين المدينتين هو عامل المجتمع. إحنا كعرب بصورة عامة نميل إلى العيش في مجتمعات محافظة، إحنا أغلبنا قادم من مجتمعات محافظة، بالتالي نميل لما نحب نسكن يعني خارج بلداننا إلى مجتمعات يعني مشابهة إلى حد ما للمجتمعات اللي إحنا جئنا منها. وبالأساس يعني من يأتي للعيش في تركيا يفضلها لأنها أقرب لنا من ناحية العادات والتقاليد، وإلا لو كان الشخص يبحث عن مجتمع منفتح جدا فالمجتمعات الأوروبية والمجتمعات الأمريكية أولى بهذا المجال يعني. لكن اللي يحب يعيش في تركيا يختارها لأسباب التقارب الثقافي والاجتماعي. بالتالي أيضا لما نجي نختار مدينة أو يجي الشخص اللي يحب يعيش في تركيا يختار مدينة، أيضا يضع يعني موضوع المجتمع في أولويات يعني الأسس اللي يختار عليها هاي المدينة. بالتالي شنو الأفضلية اللي تمتاز بيها طرابزون على إسطنبول في مجال المجتمع؟ هذا اللي نعرفه الآن، هذا اللي راح نعرفه الآن. المجتمع الطرابزوني مجتمع محافظ أكثر من المجتمع الإسطنبولي، مع الاحترام لكلا المجتمعين. المجتمع الطرابزوني أكثر تماسك، قادم من بيئة متشابهة، أغلب سكان طرابزون يعني يعيشون في هذه المنطقة منذ القدم، يعني مو مثل إسطنبول. إسطنبول الكثير الكثير من سكانها هم قادمين إلها
من محافظات ثانية، بالتالي هي بوتقة تجتمع بها مجتمعات من مختلف أنحاء المدن التركية، بالتالي ما تلاحظ يعني معالم ثابتة واضحة لهذا المجتمع. أما المجتمع الطرابزوني فأغلب سكانه هم إما من سكان المدينة الأصليين القدماء فيها أو من سكان القرى المحيطة بها، بالتالي العادات والتقاليد متوارثة لدى هؤلاء الناس منذ القدم. المجتمع صغير إلى حد ما مقارنة بمدينة إسطنبول، إلى حد ما يعني العوائل يعني في كثير من الأحيان تعرف بعضها البعض، بالتالي المجتمع محافظ. كل من يزور المدينتين يلاحظ هذا الموضوع، مع الأخذ بالاعتبار أنه أيضا في مدينة إسطنبول توجد أحياء كاملة محافظة مثل حي الفاتح وحي أيوب وغيرها من الأحياء يعني في إسطنبول، أيضا يعني يلمس هذا التماسك المجتمعي فيها. في طرابزون المدينة ككل يعني محافظة بشكل أكبر. هذا جانب يعني بالنسبة للكثيرين، بالنسبة لعوائلنا العربية الكثير يسألوني هذا السؤال، أيضا أجاوبهم نفس الإجابة أنه المجتمع في طرابزون أكثر محافظة. أيضا اللي تابعون الفلوقات اللي أنزلها والفيديوهات المختلفة عن مدينة طرابزون، أيضا هم لما يتواصلون وياي يعني يعطوني هذه الحقيقة، يقولوا لي نشوف دائما في فيديوهاتك أنه المجتمع في طرابزون يبدو أنه يعني محافظ إلى حد ما. نعم هذه حقيقة، وهذه أيضا من العوامل اللي جذبت الناس بالذات العرب للسكن في مدينة طرابزون. الكثير الكثير من العرب اشتروا عقارات في مدينة طرابزون، اختاروها وخصوا أنه يسكنون في هذه المدينة، وبالتالي من هذه الناحية هنالك هدف لطرابزون في مرمى إسطنبول. العامل الآخر يا أحبابي اللي راح نقارن به بين مدينة طرابزون ومدينة إسطنبول هو عامل مهم جدا. قبل لا أذكر هذا العامل، بالنسبة للجمهورية التركية على امتداد مدنها ومحافظاتها تمتاز بدرجة عالية والحمد لله من الأمن والأمان، يعني هناك أمان مجتمعي وأمن على مستوى يعني الأجهزة الأمنية وغيرها الحمد لله مستتب يعني في كل أنحاء تركيا. لكن جانب الأمان أيضا يعني بين المدن التركية هنالك أيضا رجحان لكفة إحدى المدن على حساب مدينة أخرى. جانب الأمان يا أصدقائي اللي أقصده هنا هو أنه الكثير من الأصدقاء اللي تواصلت وياهم أو اللي تواصلوا وياي أو اللي تناقشنا أو اللي التقيت بهم بمحض الصدفة، الكثير منهم تحدث عن مشاكل ممكن أنه تحصل في إسطنبول. من أهمها خلينا نتكلم بصراحة، يعني احنا تحدثنا عن هذا الموضوع في فيديو سابق، مسائل النصب أو الاحتيال أو يعني ما شابه ذلك من يعني أعمال القصد منها هو النصب أو الاحتيال على السائح. مثل هذه المواضيع مثل ما تحدثنا في فيديو سابق تكثر في المدن الكبرى. طبعا إسطنبول لها حظ أكبر من المدن الأخرى، ومثل ما قلنا أيضا في الفيديو السابق أنه هذا ليس حكر على تركيا، كل مدن العالم الكبيرة فيها درجات من النصب فيها درجات من الاحتيال. لما نجي نقارن بين طرابزون وإسطنبول في هذا المجال هنا راح يكون يعني الفوز واليعني الرجحان بشكل ساحق لمدينة طرابزون. لم ألاحظ في حياتي، لم أسمع في حياتي على مدى يعني السنين اللي عشت فيها في مدينة طرابزون إن هناك أحد تعرض إلى حالة نصب، وحتى لو سمعت فهذه راح تكون حالات يعني فردية سرعان ما ينساها الإنسان لأنه ما يسمعها بشكل متكرر. لكن فيما يتعلق في إسطنبول، ويمكن أيضا بسبب أنه كثرة الناس اللي تزور إسطنبول هي الواجهة التاريخية والحضارية لتركيا، يمكن بسبب الأعداد الكبيرة فهناك نسبة عالية من هذه العمليات أو المسائل اللي تعكر صفو الرحلة الجميلة والرائعة إلى هذه المدينة العظيمة والجميلة. بالتالي عمليات الاحتيال أو النصب أو درجة الأمان في هذه الناحية تكون يعني الفوز لمدينة طرابزون من ناحية الأمان. طبعا هذا أيضا مرتبط بالمجتمع، الأمان في مدينة طرابزون أكبر، وإن كان الأمان في يعني تركيا بشكل عام هو يعني مرتفع جدا مقارنة بالكثير من الدول. الأمان في تركيا ما شاء الله
ممتاز جدا، ولكن في المقارنة بين المدن التركية ففي مجال الأمان أيضا هدف ثاني لمدينة طرابزون على حساب اسطنبول. تمتاز تركيا أصدقائي بجمال طبيعتها وجمال أجواءها، أجواءها متنوعة ومختلفة ومتباينة، ولكن يعني يغلب عليها الجمال، يعني طبيعتها خلابة، الكثير الكثير من السياح أو من السياح من مختلف أنحاء العالم يقصدون تركيا بسبب جمال طبيعتها. في هذا العام يقال أن العدد، يعني عدد السياح اللي زاروا تركيا، يعني اقترب كثيرا من 50 مليون شخص، وهذا رقم يعني مثل ما تعرفون كبير جدا. يعني سكان تركيا 80 مليون، 50 مليون شخص زاروا تركيا، يعني أقل بقليل من سكان تركيا. لكن أيضا هناك تباين بين مدينة وأخرى. طبيعة مدينة إسطنبول جميلة، جميلة جدا بالحقيقة، ولكن طبيعة منطقة البحر الأسود كما يعرف كل عشاق هذه المنطقة وعلى الرأس منها مدينة طرابزون، طبيعة هذه المنطقة لا مثيل لها في عموم تركيا. الطبيعة في منطقة البحر الأسود ليس لها مثيل، رائعة جدا، ويشهد على ذلك المناطق الخلابة السياحية الموجودة في محافظة طرابزون. أوزنغول شيء مهول ورائع وجمال طبيعي خلاب ليس له نظير يمكن في كل أنحاء تركيا، ويمكن يعني من أجمل أماكن ومناطق العالم، جمال حقيقة خلاب، يعني يسحر كل من يزور هذه المنطقة من أول مرة. المناطق الأخرى أيضا لا تقل جمالا عنها، منطقة هدر نبي أو منطقة حيدر نبي كما يسميها العرب، أيضا منطقة جميلة جدا جدا جدا. منطقة آيدر وإن كانت يعني تتبع محافظة ريزة، إلا أنه يعني أغلب سياح طرابزون يزوروها على أنها جزء من طرابزون، لا يعرفون إداريا أنها تابعة لمحافظة ثانية، بالتالي سياح طرابزون هم اللي يزورون مدينة آيدر، وهي أيضا تمتاز بجمال خلاب فعلا، يعني هضبة رائعة خضراء مميزة يعني إلى أبعد الحدود. أيضا مناطق أخرى مثل صوميلة، حمسيكوي، سيراغول، مناطق طبيعية أخاذة وخلابة بالفعل، يعني بمعنى الكلمة تسحر كل من يراها، بالتالي الكثير من اللي قرروا أنه يسكنون في طرابزون أو يشترون عقار في طرابزون أو قرروا أنه يقضون عمرهم أو ما تبقى من عمرهم في مدينة طرابزون، كان أهم أسباب هذا الموضوع هو الطبيعة الخلابة في هذه المنطقة، منطقة البحر الأسود رائعة الجمال. بالتالي هدف ثالث لمدينة طرابزون في مرمى مدينة اسطنبول. العامل الرابع يا أحبابي اللي راح نقارن به بين مدينة طرابزون ومدينة اسطنبول هو عامل الأسعار. الأسعار في مدينة طرابزون وأخص بالذات أسعار العقارات، لأنه أنا أتكلم الآن عن الأشخاص اللي يحبون أو يرغبون في العيش والاستقرار في تركيا ويحاولون أن يفاضلوا بين مدينة اسطنبول وبين مدينة طرابزون في مجال أسعار العقارات. أسعار العقارات في اسطنبول أقل من أسعار العقارات في أسعار العقارات في طرابزون أقل بكثير من أسعار العقارات في اسطنبول. طبعا في المعدل يمكن هناك بعض العقارات في طرابزون أعلى من عقارات اسطنبول، ولكن أتكلم بالمعدل بشكل عام أسعار العقارات في طرابزون هي الأقل، مع الحقيقة الثابتة أنه المجمعات السكنية في طرابزون نسبة إلى عدد سكان المدينة أكبر بكثير من عدد المجمعات السكنية التي تشيد حديثا، أقصد بالذات من نظيرتها في مدينة اسطنبول. سكان مدينة طرابزون قليلين، مع ذلك هناك مجمعات سكنية كبيرة وكثيرة تبنى في مدينة طرابزون، بالتالي العرض كثير، البناء حديث وجديد، ومع ذلك الأسعار أقل من نظيراتها في مدينة اسطنبول وحتى في مدن سياحية أخرى في تركيا. بالتالي عامل الأسعار بالذات أسعار العقارات، حتى أسعار يعني التسوق اليومي وأسعار البضائع اليومية، هناك فارق أو هامش بسيط جدا يعني من الرجحان لصالح مدينة طرابزون. بالتالي عامل الأسعار خاصة بالعقارات يضيف نقطة إضافية أو هدف رابع لمدينة طرابزون في مرمى اسطنبول.
طبعا ما راح نظل نتغزل يعني في مدينة طرابزون إلى ما لا نهاية، لابد أنه هناك أيضا عوامل إيجابية ونقاط إيجابية في مدينة إسطنبول، يعني من الإنصاف أنه نذكرها ونحدد أنه في بعض الجوانب أيضا إسطنبول أفضل من طرابزون. في مجال البنية التحتية، وأقصد البنية التحتية وسائل النقل، وسائل المواصلات، الشوارع وغيرها من هذه المسائل، يعني هناك فارق كبير جدا 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 لصالح إسطنبول على حساب طرابزون. البنية التحتية في إسطنبول أكبر وأقوى وأحدث وأكثر تطورا، وسائل النقل في إسطنبول متعددة وكثيرة، من مترو إلى ترام إلى متروبوس إلى الباصات إلى وسائل النقل البحري اللي تربط بين شطري المدينة الأوروبي، الجانب الأوروبي والجانب الآسيوي. في هذا المجال إسطنبول متفوقة بشكل كبير جدا على مدينة طرابزون، بالتالي هذا هدف لمدينة إسطنبول في مرمى طرابزون. الجانب الآخر يا أحبابي هو يخص شريحة الشباب أو الطلاب. الكثير من الطلاب أو الكثير من الشباب قادمين إلى تركيا من أجل الدراسة. في مجال الدراسة توجد في مدينة إسطنبول عدد كبير جدا من الجامعات، هي الأحدث والأقوى والأرقى والأكبر بين كل الجامعات الموجودة في تركيا، وهي جامعات تدخل في عداد الأهم على مستوى العالم. جامعات كثيرة، منها حكومية ومنها أهلية، كلها تقريبا أو عدد كبير جدا منها مصنف على أنه من أرقى وأحدث الجامعات على مستوى أوروبا وعلى مستوى العالم، بالتالي من هذه الناحية فإن إسطنبول تتفوق بشكل كبير على مدينة طرابزون. أيضا يوجد في مدينة طرابزون عدد من الجامعات، ولكن مقارنة بمدينة إسطنبول فإن مدينة إسطنبول في هذا المجال متقدمة جدا على كل مدن تركيا وليس فقط على مدينة طرابزون، بالتالي هنا هدف ثاني لمدينة إسطنبول على حساب مدينة طرابزون. النتيجة النهائية لهذا الفيديو يا أصدقائي هو 4 أهداف لصالح طرابزون مقابل هدفين لصالح إسطنبول. هذا يعني أنه مدينة طرابزون وفقا لمقاييسنا ووفقا للمعايير اللي خليناها في هذا الفيديو، فإن طرابزون تتفوق على مدينة إسطنبول بالنسبة لأفضلية العيش والسكن فيها. الكثير قد يختلفون، الكثير قد يتفقون، لكن هذا هو ما توصلت إلى أنا شخصيا. هذا هو ليس يعني الشيء الأمثل ولا الشيء الأصح، ولكن وفقا لوجهة نظري، وفقا لحساباتي، وفقا للمعطيات اللي يعني رأيتها بنفسي أو سمعت عنها أو قرأتها، فأنا أضعها كلها أمامكم. وتوصلنا وفقا لهذا إلى النتيجة اللي ذكرناها، أنه طرابزون تتفوق على إسطنبول في هذا المجال. طبعا مثل ما قلت لكم الكثير قد يتفقون، الكثير قد يختلفون، ولكن هذا أولا وأخيرا رأيي ورأي عدد كبير من الناس أيضا. أتمنى أنه تكون النقاط اللي ذكرناها مفيدة جدا لكم يا أصدقائي، أتمنى أنه تكونون استفاديتوا كثيرا من هذا الفيديو. طبعا يعني لايكاتكم يعني تترك انطباع كبير وجميل جدا بالنسبة إلي، وتعليقاتكم المشجعة ترفع معنوياتنا إلى أبعد الحدود. اشتراكات أحبابنا وإخواننا وأصدقائنا اللي يتابعونا يعني الآن يعني وما مشتركين سابقا في قناتي ويتابعونا لأول مرة، اشتراككم يعني ويانا يعني يعطينا دفعة إن شاء الله لتطوير مواضيعنا، وأنه نأتيكم ونتواصل وياكم بكل جديد وكل مفيد. أتمنى أنه تكون يعني أن يكون محتوى قناتي مفيد بالنسبة لكم إن شاء الله. راح يكون يعني محتوى الفيديوهات يعني أحرص على أنه يكون دائما مفيد وجيد جدا بالنسبة لكم. برأيي أنكم لن تندموا على الاشتراك في قناتنا. خالص حبي وتحياتي لكم، لا تنسون فعلوا زر الجرس يا أحبابي ويا أصدقائي. خالص حبي وخالص تحياتي لكم، وألتقيكم دائما على الخير والمحبة في مواضيع إن شاء الله مفيدة لكم. خالص تحياتي ومع السلامة.